get low when the whistle go. السلام عليكم. هلا شباب، ان شاء الله طيبين. وياكم مستر جيمينج. اليوم جيناكم فيديو جديد من ماينكرافت، كيفية الدخول الى السيرفر. طبعا اول شيء راح انزل برنامج السكن، هو بفلوس لكن تقبل هذا الشيء مثل ما تشوفون. انا حاط هذا السكن عجبني، تقدر تحط لنا سكنات او اي شيء عجبك. فأنا يعني مجرد حطيت هذا السكن. إن شاء الله راح أنزلكم فيديو خاص كيف تحصلون السكن. أول شيء نروح على الأوبشنز، غير اسمه واسمه لي. اسمي محمد. أوكي ده هاي شروط اللعبة وأنت تعرفون. أوكي ثاني شيء ندوس بلاي. بعدين هاي يعني ماي وورلد، يعني عالمك انت خاص بيك هيك شيء. فما اعرف ليش ما لي طب عادي، ما لي علاقه بيه. ابدي اسوي لي ديليت وراح اضيف واحد عندكم حتى اشرح لكم كل شيء. نال اسم اوكي، ما اعرف ليش هيك حسبنوني. حسبنوني بالغرابه مثل ما تشوفون. ان شاء الله راح اسوي سلسله كامله عن ماينكرافت مثل ما تشوفون شباب، يعني شيء جدا يعني حلو. ان شاء الله راح اعلمكم شو تحطون هذا الزائد، لان مو مال هسه اشرح لكم اياه، لان انا مستعجل شويه اريد اشرح لكم كيف تدخلون السيرفر. مثل ما تشوفون شباب يعني شيء هاي. فمثل ما تشوفون شباب هذا يعني عالم كامل، ايش يعجبكم. ان شاء الله راح اسوي مغامرة كهوف، ويعني راح اسوي مغامرة كاملة. اوكي نطلع. اوكي شلون تدخلون السيرفرات؟ طبعا ما عليكم، هذا راح نمسحها. هاي الورلد، تروح على هاي الفريند، هاي تروح على الفريند او فريندز، يا فريندز بس انا مرات. فانا عندي سيرفر ما يشتغل، ما اعرف ايش. ادخل على هذا الهرب. اوكي خليني احمل. اوكي بس خلي اغنية. طبعا شي جدا جدا. طبعا ما ادري ليش ما ادري يصير. ان شاء الله اسوي وارجع لكم. مع السلامة. السلام عليكم شباب، طبعا رجعت لكم، صار شوية خطأ اعتقد. وهذا الحرب ان شاء الله انزل شرح عن السيرفر. طبعا شباب هنا بس بنت، ثم تروح جون جون جون، بس هذا بيجي معروف لو كان غير واحد. اوكي راح ادخل هذا السيرفر. طبعا هنا ما راح تقدر كل شي تسوي، راح تظل تنتظر لحد ما يجون يتكلمون ويحسب لك وتجمع هذني صناديق حتى تتقاتلون، راح تتقاتلوا ويا الاخ. طبعا راح اشوفكم الشرح كامل ان شاء الله. اوكي بس خلي ما راح اقطع كل شي حتى تفتهمون الموضوع كله، من يعني تفهمون كل الموضوع. بعد دقيقة وثلاثين ثانية يبدي الكلام، راح اقطع منها شوي. اوكي شباب هنا وصلت 30 ثانية، راح ننتظر 30 ثانية لان ما اريد اطول عليكم بالدقيقة. فانا راح قطعت من الفيديو. اوكي شباب وننتظر، بس اهم شي انا اتحضر. اهم شيء هذا قام يحسب انه 3 2 1 ابدأ. دايمود لقيت حلو، وحلو بوكس الله سيوف سيوف يا عادي. لا واحدة غير دايمود،
was not received. أعرف أن أهل جنوب من هذا وكان بس خلي حظ كيف وفيديو حلو والله يقتلني. متت. لا مع الاسف يا شباب متت. اوكي طبعا شباب هنا علمتكم اني وهذا اللي كان عندي يعني. فيب شباب هنا وصلنا نهاية الحلقة. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اهم شيء. طبعا اني نزلت فيديوهين بواحد في احتمال نزل ثلاثة لان جدا راح اشرح على ماينكرافت حتى رأسة اريد انزل حتى انزل بس كنت تصوير مشتركين واتمنى تشتركون بقناتي حتى انزل السلسلة مال ماينكرافت كاملة راح تكون 30 حلقة وننبيها سوى اشياء. طيب شباب واللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة اهم شيء اشتراك بالقناة حتى انزل السلسلة شباب جاي المدارس فاتمنى شوية تسرعون لان جدا جدا قريب على المدارس. ومع السلامة.